بعد أربعة أيام من الضحك اختتمت فعالية الطبعة الثانية لمهرجان الضحك التي أقيمت بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة. مدى بنا المزيد أكثر حتى نتمكن من ترويج عن النفس ومدى بنا أكثر بالطبع. عجبنا هذا المشروع يداروه مي بدأ وكان ملاح ومدى بي يكمل يكمل ملاح ومدى بي كان الناس يروحوا يشوفوا. خمسة عروض كانت في إطار مسابقة المهرجان خصصت لاكتشاف الشباب الموهوب والمبدع في آخر سهرات المهرجان. متوجة أمين مساوي بالمرتبة الأولى مما يؤهله لتمثيل الجزائر وإفريقيا في المهرجان العالمي للضحك بسويسرا. الحمد لله يا ربي كما أقول لك رانا نتعلموا مازال رانا مشوار حافل إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله. وكنت في المرتبة الأولى يعني مجهودة جبارة وما زلنا نخدم على كل حال وإن شاء الله نشرف في الجزائر في سويسرا إن شاء الله. بير. أظن بلي كنت اليوم بلي الجمهور ديجا كان متعطش يشوف المواهب الشابة الجزائرية وزدنا نعطي لهم الفرصة باش هو يصوت ثاني. نتمنى أنه العام الجاي يكون عندنا بلوس دو تالون. هذه فرصة لجميع لي زوموريست اللي يحبوا يديروا ستاند اب كوميدي باش يجوا ويتقدموا لهنا للجزائر. يدعي البعض أن الكثير من الضحك يميت القلب لكنه فن يستطيع تمرير رسائل سياسية واجتماعية عديدة لتبقى الكوميديا إبداع منفرد قبل كل شيء.